بالنسبة للأحكام، الأحكام قضائية مطابقة للقانون، مناسبة لخطورة الأفعال، نؤيدها جملة وتفصيلا. بالتالي نقول في دار الدعوة العمومية هذه هما الطلبات ديال المطالبين. الناس اللي بغاو يعرفوش بالأحكام، الأحكام حتى الآن لم أحكام كانوا النطق بها من طرف القاضي، وسيتم تنظن المحكمة لها ناطق رسمي سيقوم بنشر الأحكام بالتفصيل. هناك أحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد وعقوبة سالبة الحرية من 30 سنة، 20 سنة، 25 سنة إلى غاية 6 سنوات. أحكام مطابقة للقانون نؤيدها جملة وتفصيلا، ونشكر القضاة على العمل ديالهم وعلى الجدية ديالهم. وبالتالي سيكون بالفعل الموضوع طعن بالاستئناف، هذا مسألة عادي، ولكنها أحكام في النظر ديالي مناسبة لا في الدعوة العمومية في جميع حياتها، في الطلبات العارضة، في الشكل كلها مطابقة. بالنسبة للأحكام، كانت أحكام بالإعدام بالنسبة لعبد الصمد جود، يونس أوزياد ورشيد أفاطي. كاين احكام بالنسبه للمؤبد بالنسبه لعبد الرحمن خيالي. كانت احكام تصل الى 30 سنه بالنسبه لنور الدين بن عابد وهشام نازي وعبد الكريم اخو معيش. وكاين احكام اخرى تصل بالاشاده الى 6 سنوات. اذا هذو هما الاحكام بين الاعدام وبين كذا. أقول نيابة على العائلة حاضر أمامكم بأنها أحكام مطابقة للقانون مناسبة لخطورة الأفعال.